لعبة روبلوكس تحول الأطفال إلى ضحية للمتحرشين. هذه خلاصة تقرير مطول لبلومبرغ حول لعبة الفيديو التي تضم عشرات ملايين الأشخاص يومياً، معظمهم من الأطفال والمراهقين. هذا التقرير يشير إلى تعرض أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية للاعتداء من قبل متحرشين. ينقل عن بعض الموظفين تأكيدهم مشاهدين بأن وسائل الحماية التي تعتمدها الشركة غير كافية لحماية هؤلاء الأطفال. يقول هؤلاء أن بعض الطرق التي يتبعها المتحرشون لا يمكن كشفها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تتضمن هذه الأساليب استمالة الأطفال من أجل إرسال صور عارية أو الحديث معهم عبر رموز تحمل إيحاءات جنسية وغيرها، لتنتهي بمحاولة إقامة علاقة جنسية معهم على أرض الواقع. وفقا لخبراء في مجال الثقة والسلامة، فإن نمو المستخدمين في روبلوكس له الأولوية على حساب سلامة الأطفال، وهذا ما دفع عدد من مديري الشركة إلى الاستقالة. للحديث أكثر حول الموضوع معنا من دبي مسؤول تسويق ومستشار ألعاب الفيديو علي السيد، مرحبا بك. يعني النمو المذهل اللي حققته روبلوكس اليوم يحمل جانبا مظلما، يعني يوجد فيها مجموعة من أخطر المجرمين والمعتدين على الأطفال اللي وجدوا بسياسات اللعبة وأسلوب اللعب الخاص بها مصيدة للأطفال. بداية، ما هي هذه اللعبة وكيف تعمل؟ مساء الخير عليكم جميعا. لعبة روبلوكس أصلا متواجدة من سنة 2006. اللعبة هي عبارة عن لعبة بيسموها ساند بوكس، بتيح لأي واحد عنده خبرة في البرمجة أنه يبرمج مراحل ويقدر يشاركها مع لاعبين آخرين. اللعبة بدأت من 2006 على جهاز الويندوز، على أجهزة الويندوز، وبعد كده 2012 على أجهزة الماك أو الأو إس، وبعدين بدأت تنشهر اللعبة من 2016 طالع، لما بدأت توصل على أجهزة الترفيه المنزلية زي الإكس بوكس، وأخيرا وصلت على أجهزة البلاي ستيشن والميتا كويست 2 ب 2023. فاللعبة متواجدة من زمان، بس الجماهيرية بتاعتها بدأت يعني تظهر تقريبا قرب 12 سنة بعد ما اللعبة طلعت. فدي لعبة، يعني ده شرح مبسط لعبة روبلوكس ببساطة، إن هي لعبة الواحد أنا كمبرمج بقدر أخش أعمل عليها مراحل ترفيهية وأقدر أشاركها مع لاعبين تانيين يقدروا يلعبوها أونلاين. طيب خلينا نحكي شوي عن الخطوات اللي اليوم يجب على الأهل أن يتبعوها لحماية أطفالهم أثناء استخدام هذه اللعبة. هي أنا لو الأهالي بيسألوني إنه إيه أهم طرق الحماية إنه نحمي أطفالنا منهم، أقول لهم ما يلعبوش اللعبة. لكن اذا مثلا اطفالهم عايزين يلعبوا اللعبه دي مثلا مع اصحابهم كده، يبقى نتاكد ان هم يكونوا مستخدمين سيرفرات خاصه، لان انت تقدر تعملي سيرفر خاص ليك ولمجموعه من اصحابك تقدروا تلعبوا الالعاب دي مع بعض، يعني فاهم ازاي؟ لكن اذا اي لاعب او اي طفل هيخش ويلعبها بشكل عام مع لاعبين اخرين، زي ما انت قلت في التقرير، زي ما التقرير بتاع بلومبرج قال، انه حتى الشركه المطوره ما عندهمش اي وصل يعني كويسه جدا للحمايه، لانه اي حد يقدر يخش يلعب. يعني هي دي فكره اللعبه، انه اي حد يقدر يخش يعمل برمجه للمراحل وممكن اي حاجه تحصل. ما فيش اي طرق او اي سبل للحمايه غير بقى اذا انا كلاعب هعمل ريبورت مثلا لحد مثلا حاول ياذيني، بس هيكون مثلا الوقت اتاخر، لانه احنا عارفين الهاكرز والناس السيئه بره موجودين كتير، فما مش هيبقى في وقت الواحد يقدر يعمل اي حاجه تفيد مثلا قبل ما يكون في ضرر حاصل. طيب خلينا نحكي أكثر عن الثغرات الأمنية يلي بيقدروا من خلالها هؤلاء المجرمون يستغلوا الأطفال بهذه اللعبة. في طرق كثيرة جدا، يعني إنه زي ما قالت التقرير مثلا، إنه ممكن نقول مثلا بيستدرجوهم للمحادثات الخاصة، بعدين بيبعتوا لهم مثلا اللينك ده بيكون مهكر، تقدر الناس تاخد معلوماتي منها من عليها بعد كده. يعني حتى ممكن ناخد مثلا من سنتين كيم كارداشيان عيالها نفس الشيء برضو، حد دخل اونلاين على نفس اللعبه اللي كانوا بيلعبوها وابتزوهم بيسكلي الفيلم اللي احنا كنا عارفينه عن كيم كارداشيان، انه ياخدوا منهم فلوس، يعني فاهم ازاي؟ لحد دلوقتي يعني ما فيش اي طرق امنيه الواحد يقدر
يعني يستخدمها بحيث انه يحمي نفسه من اللعبه دي، لان اللعبه دي كان مثلا يعني اشرحها بشرح مبسط، اللعبه دي استخدام ليها كاني مستخدم شبكه واي فاي ما عليهاش باسورد، اي حد ممكن اوكي يخش، اي حد ممكن يعمل اي حاجه، اي واحد ممكن ياخد معلوماتي. فما فيش اي سبل سهله وبسيطه ان الواحد يقدر يقول اه والله اذا عملت واحد اثنين ثلاثه يبقى انت كمستهلك او انت كلاعب هتبقى محمي. نعم، يعني باختصار ما يخلوا أطفالهم ينزلوا هذه اللعبة. شكرا لكل هذه المعلومات من دبي، مسؤول تسويق ومستشار ألعاب الفيديو علي السيد.